أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المخلدة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الإخوة الأحبة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف ونمتلئ عزة وكرامة وفخرا ونحن نحيي مثل هذه الذكرى، ذكرى الشهداء، ذكرى الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل ترسيخ القيم الإسلامية وقيم الإنسانية، وبذلك تحفظ الشعوب وتحفظ الأرض ويحفظ الوطن. نعم، نتشرف وكلنا شرف بأن نكون في محضر هؤلاء العظماء الشهداء الذين لم يحظوا بهذه المرتبة وبهذه المكانة عند الله عز وجل، وهي مرتبة الشهادة، عبثاً وحظاً هكذا عابراً، وإنما بتأهيل وتربية وتهذيب من الله عز وجل حتى نالوا مثل هذه المنزلة ومثل هذه المرتبة. إن استخلاص هذه النماذج من المجتمعات واختيار الله عز وجل لهذه الصفوة من البشرية لم يأتي عبثاً، وإنما بعد أن قدموا تلك المقدمات التي أهلتهم إلى أن يرتقوا وأن يزلفهم الله عز وجل تحت ظل عرشه مع النبيين ومع الصديقين ومع الأولياء. فمرتبة الشهادة هي أسمى وأعلى مرتبة نستطيع نحن الغير معصومين أن نحصل عليها. فندعو الله عز وجل بحق هذه القطرات التي سقطت لتضخ العزة والإصرار وتعيد النصر إلينا نحن المستضعفين ونحن المظلومين. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على القوم الظالمين، وأن يثبتنا، وأن يرزقنا كما رزق إخواننا هذه الشهادة، إنه قدير حكيم مكين. نفتتح حفلنا التأبيني هذا بآية من الذكر الحكيم يتلوه علينا الأستاذ عادل كوهزاد، فليتفضل للمنصة مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت
لغد واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك
السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم الفاتحة